السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل لعبة بسيطة خالص، إن هو هيسألني عن تخمين رقم وأنا بحاول أخمن. تمام؟ طيب، أول حاجة هنعملها خلينا نختار شخصية تانية، أو طبعا مش صفر يعني، بس أنا حابب إن أنا أختار مثلا شخصية زي شخصية الفيل أهوت، وأقول له بقى إيه لما نبدأ اللعبة. أنا عايزه هو يخمن رقم معين، فأقول له ان انا عايز variable set variable to اهو. طيب انا عايزه من كذا لكذا، فاقول له خمن لي الرقم دوت بكرتب من 1 لـ10 بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اعرف الرقم دوت، في حاجة ممكن احطها. تمام، لو انت مش عايز تعرف وتخليها كده تبقى عشوائي مفيش مشكلة. تمام، هقول له شو فاريبل. طيب وبعد كده هقول له ريبيت، كرر الحاجة اللي انا هطلبها منك دلوقتي او ريبيت. تمام، 10 كتير لان هم كلهم 10 ارقام، فاقول له مثلا 4 مرات. تمام، طيب هقول له بقى في الريبيت ديت انا عايز اسأله، اقول له خمن الرقم اللي عندي، فاقول له اسك انا سي سينك سويتش نيكست شينج اهي اسك. اسك دي هيسأل ويستنى. وخلينا بقى نحط قاعدة اف. تمام، بالشكل دوت هقول له اف، لو الرقم اللي هو في الفاريبل دوت بيساوي الانسر يبقى كده صح. تمام، هسأله هنا وات از ذا نمبر، وات از يو، وات از ذا نمبر. وات از ذا نمبر، ما هو الرقم ده؟ طبعا هيتحط فيه الانسر. طيب الانسر فين؟ الانسر هي. تمام، طيب وال الفاريبل لو انا عايزه خليه برضو معايا هنا اهوت، هقول له بقى اف اف لو الاثنين دول بيساووا بعض، لو الاثنين دول في الاوبريشن هقول له لو هما الاثنين بيساوي اهيت، لو الانسر بيساوي الماي فاريبل يبقى كده الاجابه صحيحه. هيقول لي بقى الاجابه، هيقول لي ايه ان هو الاجابه صحيحه. سي يقول لي رايت او صحيح. صحيح، تمام، وتفضل لمدة ثانيتين. طيب بالطريقة دي بقى المفروض إن اللعبة تقف، لأن خلاص أنا وصلت الإجابة الصحيحة. فهاجي هنا وأقول له ستوب أول، كده وقف لي الموضوع ده. طيب لو الإجابة خطأ هتبقى إف إلس. ليه؟ لأن في احتمال تكون أكبر وفي احتمال تكون أصغر. تمام، فلو هي أكبر هقول له لأ كبر الرقم شوية، لو هي أصغر بيقول له صغر الرقم شوية بحيث إن هو يقدر يخمن الموضوع ده. طيب أعملها إزاي؟ هاجي هنا في الـ variable، هاجي في العمليات الحسابية operation، وأقول له افترض إن ده أكبر من دوت. تمام، طيب خلينا نقول له لو الـ answer أكبر من الـ variable هتقول لي ان الرقم ده اكبر، لو اصغر هتقول لي ان الرقم ده اصغر. تمام، طيب تعالوا نجرب. هاجي هنا واقول له ان الرقم بتاعي مثلا انا ما اعرفش هو هيخمن كام، خلينا نقفل ونصغر. هو مفترض ان هو 6، انا هقول له مثلا 9، فيقول لي صغر الرقم، فانا اروح ايه مصغر الرقم اللي ممكن تبقى مثلا كام 7، فيقول لي صغر الرقم كمان. طيب نجرب 6 هيقول لي صحيح. طيب خلينا نجرب تاني، واتس يور نمبر، هقول له مثلا انا مفترض ان هو 5، بيقول لي صغر الرقم. طيب ممكن نخليها كام؟ ممكن نخليها، هو بيقول لي صغر الرقم. طب لو انا قلت له مثلا صغرته جامد خليه 3 هيقول لي كبر الرقم. طيب لو قلتها له مثلا 7
صغر الرقم، لو قلت له 4 هيقول له صحيح. فانت كده عملت لعبة تخمين.